نعم، أهلا بك دانا، أهلا بكم مشاهدينا. بالفعل لليوم الثاني والأخير تتواصل أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد. الجلسات بالطبع يعني تتوالى واحدة تلو الأخرى. كان هناك جلسة صباحية في تمام 9 صباحا بعنوان آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري، وفي هذه الجلسة تحدث العديد من المشاركين. نحن هنا نتحدث عن 5 مشاركين من دول إفريقية مختلفة، وتم استئناف يعني الجلسات مرة أخرى. المشاركين من الدول الإفريقية بحسب ما جاء على يعني تصريحات السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهي الجهة المعنية لتنظيم هذا المنتدى في نسخته الأولى، أكثر من 48 دولة إفريقية بالإضافة لعدد من الدول العربية. نحن يعني المملكة العربية السعودية، هناك وفد يعني هنا للمشاركة، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالإضافة لدولة الكويت، بحضور عدد من وزراء داخلية وعدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد في هذه الدول الإفريقية والعربية. وإن كنا نتحدث عن الجلسات والمشاركات زميلتي دنا، كان لنا منذ قليل حديث مع رئيس يعني هيئة مكافحة الفساد في دولة الجزائر أيضا، الذي يشارك في فعاليات هذا المنتدى، وحول الأهمية وحول أيضا الخبرات أو ربما الأهداف من الممكن أن تتمخض وتنتج عن هذا المنتدى. أكد لي بجانب على هامش هذا المنتدى هناك توقيع عدد من البروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية في مكافحة الفساد، بجانب المشاركات طبعا في الجلسات. هناك أيضا نقل خبرات، مصر يعني تشارك بالتأكيد في هي من نظمت هذا المنتدى، وأيضا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي لها دور كبير، ويوجد هنا قطاع خاص لهذه الأكاديمية بيشهد يعني إقبال من قبل المشاركين عموما من الدول الإفريقية حول الدورات التدريبية التي يتم إتاحتها في هذه الأكاديمية عموما لعدد من الدول الإفريقية والعربية. هذا يعني النشاط أو هذا المنتدى يأتي انطلاقا من يعني الدور المصري، ويعني تقديم استعدادها لنقل خبراتها في هذا المجال مع الدول الشقيقة في هذا المجال. بالتأكيد مبادرة مصرية شهدها السيد الرئيس بالأمس، وأطلق أعمال هذا المنتدى صباح الأمس، ومن ثم استكملت الجلسات. اليوم الأخير دعيني يعني بأصف لك الصورة كاملة هنا في شرم الشيخ، وتحديدا في مركز المؤتمرات التي يشهد هذه الفعاليات. هناك عدد من 3 جلسات، وهناك جلسة ختامية سيكون هناك يعني القرار الختامي أو القرارات الختامية التي ستتلو في الجلسة مساء اليوم. ولكن الجلسات الأخريات، إن كنا ذكرنا أول جلسة، هناك أيضا جلسة خاصة بتنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية، وهذه الجلسة تحديدا يعني هناك عدد من المتحدثين من بوركينا فاسو ونيجيريا ومصر وتوجو في هذه الجلسة، على أن تكون الجلسة الأخيرة قبل الجلسة الختامية بعنوان دعم التنسيق الحكومي الإفريقي في مكافحة الفساد. بالتأكيد يعني جلسات مليئة وزخم أيضا ما بين الجلسة والأخرى. ربما الصورة تنقل الآن، هناك عدد من بروتوكولات التعاون أيضا كما ذكر يعني عدد من ضيوفنا خلال اليومين ومتابعتنا هنا. اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير شرعية باعتبارها أيضا فساد ما تشارك هنا في هذا المنتدى، وبرغم من عدم تسجيل مصر أي يعني هجرة غير شرعية خلال 3 سنوات الماضية، ولكن هناك أيضا مجالات عديدة إن كنا نتحدث عن فساد بكافة صوره وبكافة أنواعه، هنا يتم مناقشته لنقل الخبرات أيضا ما بين الدول الإفريقية والعربية التي تشارك في هذه الإطلالة والنسخة الأولى.